كرسي الحكام على إيفام. كرسي الحكام نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط. مرحبا بكم في الموسم الثاني من كرسي الحكام، الحلقة 13. وكالعادة نعمل تلخيص صغير على أهم ما صار في الحلقة اللي فاتت. فيها الإطار التاريخي وبعد موكب دفن الباي محمد الهادي باش يصير التنصيب متاع ولد عمه الناصر باي. وإحنا سبق وقلنا لكم اللي هو ولا ولي العهد نهار 11 جوان 1902، وقت اللي مات عمه علي باي الثالث. هو صبح باي نهار 11 ماي 1906 بعد موت ولد عمه، ودوب ما اعتلى كرسي الحكم. الجو في الإيالة كان قاتم الأبعد الحدود، خاصة بعد ما الاستعمار كشر على نيابه وولا يواجه في الشعب التونسي مباشرة بالحديد والنار. والحادثة متاع تالا اللي سردناها لكم كافية باش تفسر نوايا الاحتلال. ومع هالقمع الآلي سياسة الاستيطان تواصلت بين سقف مرتفع. الأراضي ولات تتفك جهار بهار وتتعطى للمعمرين، والإدارة الفرنسية تتحكم في الجهاز الإداري متاع البلاد، والجيش ولا هو القوة الضاربة، الكل من تسوله نفسه مواجهة السلطة الفرنسية. لكن رغم محاولاتها التركيع وإخماد كل نفس تحريري، بدأت تظهر حركات الطالب بالسيادة التونسية، وباش يكون دور المثقفين والنخبة محدد في ميلاد حركة وطنية بالمفهوم الصحيح. لكن ما نسبقوش الأحداث. في الفترة هذه أكيد راكم تعرفوا أنه مصائب قوم عند قوم فوائد. ولهنا المستفيدة الوحيدة من وفاة محمد الهادي باي هي الأقمر، لأنها باش تخف عليها الوطأة متاع تحامل العائلة الحسينية، وتخلي كل من بدأ يخطلها في مكيدة باش يبعدها عالسرايا يتراجع عن نواياه، وربما يحاول يرتب السير معاها، لأنه الأمور تغيرت جذريا. والأقمر معروفة عند القاسي والداني أنها تحب محمد الناصر وهو يحبها من اللي دخلت للسرايا وهما صغار يلعبوا مع بعضهم الاثنين، وبالتالي باش تولي في كلفة سيدنا ويويلوا اللي استمثلها الشر أو يقلل من احترامه لها. بهالمعطيات الجديدة اللي صارت في الإيالة التونسية، الأمور باش تتغير بما فيهم وضع قمر. محمد الناصر باي اللي اعتلى العرش الحسيني كان يستنى في هاللحظة هذه على أحر من الجمر. 32 سنة وهو يستنى من اللي قمر تهدات العم الصادق باي. استناها حتى لين مات الصادق باي، زاد استناها حتى لين مات علي باي الثالث. والسبيل الوحيد هو يحقق حلمه وتولي أخيرا على ذمته هو مش على ذمة غيره. وكما يقولوا بعد سنين طوال الصابر ينال. لكن بعد صبر السنين محمد الناصر باي ما زادش صبر حتى دقيقة، طول عرس بالأقمر ومباشرة بعد فترة الحداد، يعني في نفس العام 1906، وتقامت الأفراح والليالي الملاح. وقمر كان عمرها 44 سنة، وملي كانت منعوتة بالعلجية في التراكن أيامات الصادق باي وعلي باي، ولات الأقمر باية بالفم والملاء. في نفس الإطار التاريخي
يلزمكم تعرفوا أنه ناصر باي سبق أنه تزوج من لفاطمة السني اللي ماتت فجأة عام 1886 وخليت له زوز بنات وليد عزيزة وخديجة. أشكون الولد؟ اسمه المنصف. ووقت اللي ماتت زوجته لفاطمة أخذ حسن الوجود اللي تبارك الله جابت له 8 صغار وهي زادة وفاها الأجل وشهرة بعد ما تزوج بالأقمر وهي بيدا كانت جارية شركسية. ولهنا نقصدوا حسن الوجود. مختصر الحديث، الناصر باي كلف قمر باش تقوم بمراسم موكب العزاء اللي تنظم في السرايا. وبالنسبة لها الباية القديمة الجديدة، المهمة هذه هي رفع من شأنها وإعادة اعتبار لها. في المرحلة هذه الحظوة اللي كانت تتمتع بها الأقمر والمعزة متاع الناصر باي باش تتجسد زادة في تكليفها بالسهر على شؤون الأمير المنصف باي واللي كان وقتها عمره 25 سنة وكان متعلق ببوه الأقصى الحدود. التكليف هذا هو رفع من شأن قمر على أساس أنه المنصف باي باش يولي في يوم من الأيام باي بالفم والملاء. وقمر قامت بمهمتها على أحسن وجه وعاملته كما ولدها وكما الولد اللي تمنيت أنها جابته كما كانت تقول. وأكيد عندها تأثير كبير على الأمير وحاولت باش تحطه في طريق الفكر الحداثي والإصلاحي. ومش مستبعد بالكل أنه جزء من تكوين المنصف باي كان فيه الفضل لقمر باي. في توازي هالأحداث التاريخية للإيالة التونسية، وقت اللي محمد الناصر شد مقاليد السلطة، حركة الشباب التونسي اللي حكينا لكم عليها باش تتحول إلى حركة تحريرية ريادية وباش تكون وراء نهضة صحفية لم يسبق لها مثيل في تونس. وكي نقولوا نهضة صحفية يعني ميلاد العديد من الجرائد والنشريات والعناوين اللي تصب كلها في نفس الخانة المطالبة بسيادة وطنية. وخلينا نقوله من توا أنه الصحافة باش يكون عندها دور فعال وحاسم في وجود أول حركات سياسية منادية بخروج الاستعمار. في عام 1907 علي بشحام بأسس صحيفة لتونيزيان التونسي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه أغلب الصحف اللي تأسست كانت باللغة الفرنسية يعني لغة المستعمر. وهذايا ما يفسرش أنه التوانسة اللي قادوا حركات المعارضة للمستعمر كانوا متغربين ومتفرنسين وإلا موالين للحماية. بالعكس كان اختيار صائب لأنه محكاوا مع سلطة الاحتلال بلغتهم والخطاب كان يوصل لهم بصفة مباشرة ويفهموه ويتفاعلوا معاه يا أما بتحريك آلة القمع أو بالسخط على أصحاب الكتابات اللي تستهدف القوى الاستعمارية. ولو كان مشكل حراك الصحفي في جرائد ناطقة بالفرنسية راهو المطالب متاع الشعب التونسي بقات سنوات طويلة باش تتحقق. والدليل أنه في هاك الفترة هذيك بالذات حتى اللي ما تعلموا كان اللغة العربية من بين أبناء النخبة متاع هاك الوقت ولاو يتعلموا في اللغة الفرنسية باش يجيبوا بها الفكر الاستعماري الاستيطاني. في نفس هالإطار متاع الاستعمار، أحسن مثال لمواجهة المستعمر باللغة متاعه كما صار في تونس هو المفكر المصري قاسم أمين. وما نجموش نتعديه وما نحكيوش عليه في السياق هذا، وبالتالي باش نفتحوا قوس ظريف على خاطر عنده علاقة بوقايع عصردناهم لكم في الحلقات السابقة. قاسم أمين بالنسبة لبرشا ناس هو واحد من زعماء حركة تحرير المرأة في مصر وهو من الملهمين متاع المفكر التونسي طاهر الحداد. قاسم أمين كان من الطبقة الأرستقراطية وقرا في جامعة مونبيلي في فرنسا وبالتالي يحذق اللغة الفرنسية إلى حد بعيد. لكن في بدايته أفكاره ما كانتش تحررية بالشكل اللي ولات عليه فيما بعد.
عام 1894 قاسم أمين اكتب كتاب باللغة الفرنسية اسمه المصريون، والكتاب هذا هو رد على فرنساوي اسمه لوديوك داركور اللي هاجم بطريقة شرسة المسلمين والمعتقدات متاعهم. الرد متاع قاسم أمين كان صحيح، لكن الرأي العام المصري المتفتح والمنادي للحداثة وتحرير المرأة ما استحسنش بالكل دفاع قاسم أمين عن أفكار اعتبرها رجعية تخص وضعية المرأة في المجتمعات الإسلامية، ودفاعه على تعدد الزوجات زاد ما عجبش الصف الأول من الغاضبين، وخلينا نقوله من الغاضبات هي الأميرة نزلي، وكانت من أول المؤاخذين على ما جاء في الكتاب، خاصة وأن قاسم أمين يعتبر تلميذ محمد عبدو اللي كان من أقطاب الإصلاح ومن الملازمين لصالون الأميرة نزلي. قاسم أمين أجبر على أنه يعمل مراجعة عميقة لأفكاره، وبعد 5 سنين يعني عام 1899 انشر كتاب جديد اسمه تحرير المرأة، اتناول فيه أفكار مغايرة تماماً للي جاء في الكتاب متاعه الأولاني المصريون، ولا هو اللي يقود في حركة تحرير المرأة في مصر. لهنا نغلقوا هالقوس ونرجعوا للجرائد اللي كانت تصدر في تونس باللغة الفرنسية. في نفس هالنسق التاريخي وبقطع النظر على جريدة الرائد التونسي واللي صدر العدد الأولاني متاحها في نهار 22 جويلية 1860، ما كانتش موجودة جرائد تونسية قبل الحماية، واللي صدرت بعد الاحتلال كانت بكلها فرنسية أو موالية للاستعمار، كما لا تونيزي الناطقة باسم الجالية الفرنسية، ولا بتيت تونيزي اللي كانت جريدة جمهورية فرنسية مستقلة، وبالطبيعة جريدة لا ديباش تونيزيان اللي بقات تصدر حتى بعد الاستقلال، من غير ما نذكروركم جريدة لو كولون فرنسي ولا تونيزي فرانسيز، وهذوما ناطقين باسم المعمرين والمنادين بضم تونس لفرنسا بشكل نهائي. فيها الخوذة الإعلامية في الإيالة التونسية، جريدة لو تونيزيان عرفت نفسها على أنها الجريدة الأهلية الأولى في تونس، يعني ناطقة باسم الأهالي، وعامين بعد تأسيسها وبفضل تعاون ما بين علي بشحامبة والشيخ عبد العزيز الثعالبي باش تصدر النسخة العربية من الجريدة هذه واللي تسمات طبعا التونسي، وباش تضم عدة أقلام من أبرز وجوه النخبة الثقافية والفكرية متاع هاك الوقت، ومن دعاة الإصلاح والسيادة الوطنية، منهم البشير صفر، محمد بشحامبة أخو علي بشحامبة، وفيسع ما ولاوها الجرائد هذو مناطقين باسم حركة الشباب التونسي اللي تقارنت في الوقت ذاك من قبل الرأي العام الفرنسي والتونسي بحركة الشباب التركي واللي كانوا يناضلوا في اسطنبول من أجل تعسير الخلافة العثمانية. في خضم هالأحداث قوات الحماية تمكنت من إحكام القبض على الجهات التونسية الكل، والشعب التونسي في غالب وقاروه مستسلم لإرادة الاحتلال ولا حول له ولا قوة. الحضور العسكري ولا رهيب ويهدف أساساً لحماية المعمرين، والاستيطان ماشي في نسق مرتفع، يعني ثروات البلاد بدون استثناء سواء كانت منجمية أو في الأحياء أو غيرها كانت بيد المعمر. التونسي يزرع، المعمر يحصد، المستعمر يبيع، فرنسا تستغنى، ومع هذا القمع كان يومي. آلاف الإيقافات تصير كل نهار، ومن أكبر الإنجازات متاع المستعمر هو السجون والمنافي، من صواف للأهوارب، المنافي برج البوف، المقاطع الحجر اللي كانوا يبعثوا لهم المحكومين بالأشغال الشاقة، والشي وصل حتى للسجن متاع غويان واللي كانت مستعمرة فرنسية على سواحل أمريكا الجنوبية، وينفيوا فيها العديد من المحكومين في مختلف البلدان اللي ما احتلتها فرنسا بطبيعة الحال.
لكن الواقع التونسي في الوقت ذاك ما كانش بعيد بالكل على السجن. أغلب الناس ما عادش لاقي قوتها، وعدة مناطق ولات تعرف مجاعات لغياب أي موارد، وهذه بالطبيعة كانت في خانة اللامبالاة متاع السلطة الفرنسوية اللي ما كانش يهمها بالكل أنه الناس تجوع أو تموت. ولهنا نرجع للناصر باي. في تكاثر هالمشاكل اللي عايش فيها الشعب من جراء الاستعمار، الناصر باي أظهر نية صريحة على أنه ياخذ بزمام الأمور، يعني باش يحاول يتعامل بندية مع سلطة الحماية، وباش يسير على خطاه ولد عمه محمد الهادي اللي المسكين كلاها في عظامه. المرة هذه الناصر باي وبطريقة ذكية باش يخلي النخبة السياسية متاع البلاد والشعب يشعروا اللي الباي معاهم، وبالتالي يخلق عندهم أحساس اللي هما مش وحدهم، واللي الباي يحاول أنه يرجع السلطة متاعه على البلاد والعباد. لكن هذا ما هوش يسهل بالكل. في نفس هالزمن التاريخي الأقمر واصلت علاقة الصداقة اللي تربطها بالأميرة نازلي، وبقات تمشي لها أحيانا للصالون متاعها في سنيت بوحاجب. وفي المقابل الأميرة نازلي كثفت من الأعمال الخيرية ومن بعد جمعيات لصالح المرأة والشباب بصفة عامة، وهي اللي أنشأت مثلا الجمعية الرياضية الإسلامية، وما هيش بالصدفة اهتمت بالرياضة لأنه سلفة حسين بوحاجب وراجلها واللي كان طبيب يعتبر من مؤسسي الرياضة في تونس. وكي نقولوا رياضة مش معناها الجمعيات اللي بدأ يكون فيها المستعمر منذ الحماية، وإنما هذوما في أغلبهم جمعيات تونسية لحما ودما وما يدخلوش تحت خانة المستعمر. فيها الحقبة هذه من تاريخ الإيالة التونسية، وباش ما نفوتكمش بالحديث، حسين بوحاجب حمول أميرة نازلي كان زادة من مؤسسي حركة التجديد والحداثة مع علي بشحامبة البشير صفر وعبد الجليل الزاوش، وهو اللي كان وراء العديد من التجارب الرياضية في تونس اللي أغلبهم كانوا نابعين من المدارس والمعاهد متاع هاك الوقت كما الصادقية والعلوية. ولهنا يلزمنا نشيروا أن الرياضة كانت مقتصرة على العسكر فقط اللي مارسوا عدة أنشطة، منهم العدو، الرماية، المصارعة، الجيمناستيك واللي الشعب يقولوا لها الخفة، وزاد رياضة كرة القدم اللي بدأت مع أوائل القرن، وبالتحديد في أوائل 1900، والوقت هذاك جات فكرة بعث نادي في تونس. وباش تتجسد على أرض الواقع نهار 11 ماي 1905 بميلاد جمعية لوراسين كلوب دي تونيس، وخلينا نقولوا أنه أغلب الجمعيات باش تكون فرنسية في انتظار أنه التوانسة يكونوا في رقم تاعهم. وربما نسبقوا الأحداث وقت اللي نقولوا أنه أول بطولة وطنية أما بالمفهوم الاستعماري تنظمت عام 1910، وشاركوا فيها 6 في رقم تاع لبريمير سيري المجموعة الأولى، وهما على التوالي لو راسينغ كلوب دو تونس، لو فوتبول كلوب، فريق ليسي كارنو، فريق المدرسة الفلاحية متاع المعمرين، والريد ستار النجمة الحمراء، وفريق لو سبورتينغ. والبطولة هذه أحرز عليها لو راسينغ كلوب دو تونس. مختصر الحديث، الرياضة بصفة عامة وخاصة كرة القدم باش تجرنا في السنوات متاع حكم الناصر باي للحديث على تأسيس أعرق زوج جمعيات في تونس واللي هما الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة الجاية من كرسي الحكام، وتسمعها يوميا طيلة شهر رمضان في نفس التوقيت على إيفام أحلى راديو. كرسي الحكام على إيفام. كرسي الحكام نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط.